باب شو كل هول المحارم يلي شايليت هون؟ شو المحارم باب؟ كنت مع رفيقتي بالسيارة كتير متضايقة وما بعرف شو بها عم تبكي. قال عم بدق على خطيبة وخطيبة ما عم بيرد عليها وعم تبكي عم تبكي عم تبكي. يعني ما بعرف شو بدي أعمله. بلشت تسأل وين الله؟ ليه كل مرة بس هي تتعرف على شاب هيك بيصير فيها؟ ما بعرف شو بدي جاوبها. يعني حياتي نحن منحب نساعد العالم بس المحارم هيدول حقهم مصاري. يعني بعرف حقهم مصاري بس انا هلأ انه هي عم تسأل وين الله انا شو بدي قلها؟ هيدا مفتاح سيارتي يلي بإيدي؟ ايه انا مبارح مغسل السيارة قرص. اوكي اليوم كمان بدي غسل السيارة وغسل السيارة اليوم كمان. طب انزلي بسيارتك يعني اللي عم بتوصل هلأ مش قصتنا السيارة. شو بدي قلها للبنت؟ شو بدك تقولي لها للبنت؟ هلأ بقلك تعي. طب انت شو رأيك بالموضوع؟ حياتي يعني كل مرة حدا بفوت بضيقة بصير في معه مشكل بصير شي مش على ذوقهم بصير يقولوا لك وينوي الله؟ ليه الله ما عم بيحكينا؟ ليه يعني مش موجود ما عم بيساعدنا؟ بنصير نحط الحق على الله. يعني تعرف انا كمان هيك بصير معي اوقات. حياتي اوكي يعني بس انه بدك تعرفي انه في الله في اله حقيقي موجود ولحتى نحنا نؤمن ونحس انه في اله حقيقي لازم نحنا نصدق انه في اله حقيقي بده يحكينا بده يتواصل معنا. بعرف هيدا الشيء كتير منيح. يعني بشرفك تعي ليك تعي بشوف المنظر شوف البحر شوف الرواء ما بتصدق انه في الله بده يحكينا في حدا خالقهم هول كلهم؟ ما بتحسي انه الله عم بفرجينا حاله عن طريق هول الاشياء؟ اكيد بحس. بتعرف اي متى كمان؟ وقت ما هيك بتشوف بوبي صغير كتير كيوت وبتقول او ماي جاد عن جد انه سبحان الله يلي خالقه. او سبيشلي وقت ما نشوف بالهوسبيتلز نيو بورن بيبيز هيك صغير مهضوم بنقول سبحان الله يلي خالقه. اكيد حياتي بس لان بهول كلهم الله عم بيحكينا وعم بيفرجينا حاله سو نحنا كيف فينا نجي شنهار نقول انه او نشكك بوجود الله نقول انه الله منه موجود بس لانه نحنا عم نقطع بضيقة؟ تعرف ليه؟ بحس انه بعتقد انه نحنا بني ادمين ومنجرب نفكر ونعمل conclusions بحسب عقلنا كبني ادمين بس ما بتعتقد انه في غير طريقة الله بحب يحكي معنا كمان؟ اكيد حياتي في غير طريقة وهي لما بنقرأ كلمته لما نحنا منجي ونفتح كلمته ونقراها لأنه نحن بنعرف أنه من ألاف السنين إجوا الأنبياء والله حكي معهم وهن خبرونا شو الله حكي معهم. أكيد بس هلأ بيجي حدا بيقول أنه هن كتبوا يلي بدهم إياه. إيه حياتي أنا فاهم هيدا الشيء بس هن لما الله حكي مع هول الأنبياء هن خبرونا وحكيونا شو الله خبرهم بالطريقة الخاصة تبعولهم بالستايل تبعولهم بطريقة الكتابة تبعولهم. بدنا نفهم انه الله لما حكي معهم الله ألهم الناس ومش الكلمات بس طبعا في اشياء الله لما حكيهم اياها هن كتبونا اياهم بالخط الحرفي يعني بالحرف قالوا لنا شو هن الله قال exactly شو الله قال هن قالوا مثل الوصايا العشرة. واذا حابين تعرفوا اكتر عن هيدا الموضوع اكبسوا على هيدا الرابط لحتى تقروا وتفوتوا بالتفاصيل اكتر. يعني هن كانوا عم يحكوا مع بعض مثل ما انت وانا بنحكي مع بعض على طريقتنا الخاصة. مزبوط هن لما حكيوا على طريقتهم الخاصة عبروا بالثقافة وبالحضارة اللي هن بوقتهم. يعني تقلك for example أنا وأنت بالبيت بنحكي عربي وإنجليزي right؟ أكيد بس أنا بدي أحكي مع أهلي بحكي معهم بالعربي لأنه هني ما بيحكوا إنجليش right؟ وأنت لما بدك تحكي مع أهلك بتحكي معهم بالأرمني لأنه بهذه الطريقة أنتوا بتتواصلوا. أنا لما بحكي مع عالم برا يمكن أحكي معهم عربي يمكن أحكي معهم إنجليش يمكن أحكي معهم بالفرنش وبيكون أنا بعدني عم بحكي بزيت الأيديا. لما هني حكيوا الأنبياء حكيوا معنا بهيدي الطريقة بطريقتهم هني حكيوا معنا. بس ما بعرف إذا أنت كمان بيصير معك هيك أوقات بيصير عندك كتير قصص بقلبك وبدك تقول بدك تعبر عن حالك بس ما بتلاقي الكلمات. مثلا تعطيك an example بس أنت بتكون جانن بالسيارة عم تسرع كتير أنا even ما بقلك شي بس بتطلع عليك وأنت بتخفف سرعتك سو انت هيك عم تفهمني بدون ما انا اقول بليز ستوب ات بليز خفف او شيء. شو قولك شو رايك عن الموضوع؟ يعني لوك انا فهمت قصدك يعني هو الله بلا ما تحكيه هو عارف شو بدك اوكي بلا ما نحن نحكي مع الله
هو عارف احتياجاتنا، عارف نحن شو بدنا، عارف وهو بيكون عم بيشتغل بالموضوع بلا ما انت تحكيه. بس نحن نحكي لله، هو بيكون كتير مبسوط تيسمعنا، وبيسمعنا وما بيزهق منه، يعني بيسمع وبياخد وقته وهو عم بيسمعك وهيدا يعني وبيحكينا. يا ريت انت كمان هيك. أمني حياتي، ما أنا شاب يعني، إنه كيف بدك يعني هيك؟ نحن الشباب حياتي عقلنا مثله مثل المشين، بتعطيني أوردر بمشي لهيدا الأوردر، أنا ما فيني أفهم شو عم بيمشي براسك يعني. Anyways هلأ خلينا نرجع لموضوعنا بعدين نحكي بهيدا الشيء. لا 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 please شاركونا your comments بالcomment section، شو رأيكم عن هيدا الموضوع؟ بس ارحموني شوي. بالإنجيل حياتي مكتوب إنه الله هو على طول معنا، على طول حدنا، وعم بيحاول بيساعدنا بكل طريقة ممكنة لما نحن منكون بدنا إياه. والله لما بيحكينا برضو مكتوب بالإنجيل إنه هو عم بيهمس من ورا دينتنا. طب ليه بيهمس؟ خلي ما فيه يحكي بصوت عالي. أنا بقلك ليه حياتي، لقلك أنا مثلاً اليوم ماسك الإنجيل تبعولي وعم بقرأ قاعد بكلمة الله، وأنا قاعد عم بقرأ بيجيني شي مسج، بقعد خلص بترك الإنجيل بسكره وبحطه على جنب وبصير بقرأ أنا شو المسج اللي إجاني، أو بيجي شي على التيفي مثلاً بشوف شو عم بيجيني قاعد أو شو عم بصير بالدني، أو مثلاً أنت بتكوني جوا عم تجلي قاعدة وأنت عم تجلي بتكسري لك شي صحن بركض لعندك شي. أو بتصير تعيطي تقولي لي باب وما بعرف شو. فهيدول القصص الله لما بيحكينا هو بيهمس من ورا دينتنا لحتى نحن نركز معه، لحتى نحن يشيل هو لنقول كل الديستراكشنز اللي بيكونوا حوالينا ونركز معه هو شو عم بيقلنا، لحتى يكون في كواليتي تايم معنا، هيدا الوقت يكون بس لله. عرفت كيف؟ لحتى نحن نركز معه هو لوحده. يعني انت عم بتقول انه لازم نقرأ نفهم، بس نقرأ بالتفاصيل، ما نعمل انه قراءة سطحية على الماشي، لازم نفهم كلمته. ايه يعني انا بقلك لما انت بدك تمسك الكتاب وتفتشي شو الله عم بيحكي لي، هيدا اللي بده يصير، انه انا بدي فتش شو الله عم بيحكي لي، فتش وانت كمان رح بتلاقي. بس لما بقول انا كلمة فتش مش معناتها انه انا امسك الكتاب ومثل ما انت قلتي نقرأ قراءة سطحية، انه ايه اوكي كرمال انا ريح ضميري انه انا قريت، لا مش هيك. بدي فوت بالتفاصيل، بدي اقول انه يا رب انت شو عم بتفهمني من اللي انا عم بقراه، انت شو عم بتحاول توصل لي، شو المسج اللي انت عم بتحاول توصل لي اياه. يعني انا ما بخاف وقت ما عم بقرا او عم بحكي مع الله. لا مش لازم نخاف ابدا. نحن يعني كيف بدي احكي معه؟ انت قل لي. لما انت بدك تحكي مع الله بدك تحكي معه كيف انا وانت هلا عم نحكي مع بعض، بدك تحكي معه وانا مرتاح، بدي احكي معه كانه انا عم بحكي مع رفيق لإلي، يعني مثل بحكي مع معك او مع امي بيي اختي رفيقي رفيقتي. مزبوط هيك؟ هيك هيك بدك تحكي معه. بأشعياء الله بيقول انه الجبال رح تروح، العشب رح يدبل، الورود رح تموت، بس كلامه رح يبقى للابد. تعرف شو تذكرت كمان؟ شو تذكرتي؟ شوف هون في برسالة بطرس الأولى وقت ما بيقول إنه كل بني آدم عنده الحق والواجب تيقرأ يفهم ويحكي مع الله. كلمة الله مفهومة لكل بني آدم وكل حدا فينا فيه يفهمها. الله لما حكي مع الأنبياء حكي معهم باللغة وبالحضارة وبالثقافة يلي نحن عم نعيشها، يلي هنلي الأنبياء كانوا يعيشوها بهيداك الوقت. يعني الله اختار الطريقة اللي هو حكي فيها معهم اللي هي أبسط طريقة نحن فينا نحكي مع الله ونحن فينا نفهم الله. تعرف شو بحس إنه أوقات الله بيبعث لنا إشارات كمان نحكي معه، أو إشارات هو حابب يحكي معنا بمثل ما أنت قلت بأبسط الأمور بأبسط الطرق. تعرف شو؟ تروح أحكي مع رفيقتي تفهمها تشوف شو صار معه وبرجع بحكيك. أوكي بس ما تنسي في عنا الجلي بده ينجلق. لا 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 أنت بدك تجلي. Anyways إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس تحت لحتى يوصلكم كل جديد وكل شيء نحن بنعمله. واهم شيء ما تنسوا اذا انتم كمان عندكم طريقتكم الخاصه تتحكوا فيها مع الله شاركوا كمان بالكومنت سكشن بيلو، وما تنسوا انه الله بحبكم لو شو ما صار. رون، روني، شو حياتي؟ تعرف شو صار؟ شو صار؟ هي رفيقتي بعتت لي مسج. ايه عم بتقول انه خطيبة رد عليها
ايه وشو عم بيقول خطيبة؟ حرام كان عنده فوتبول مات سو كان عم يلعب ومرض على التليفون ما شاف ايفن التليفون. وبتقولي لي بدكم الشباب يفهموا شو النسوان عم يفكروا بلا ما تقولوا لهم، لك حتى انتم مش فاهمين شو بدكم. بشرفك.